السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. يا رب تفضل. دايما تكون بالصحة والعافية يا شيخ. يا رب وياك. كان عندي سؤال يا شيخ. تفضل. دلوقتي أنا خاطب خطيبتي وقلت لها ما ينفعش تنشر صورك على الصفحات العامة، قالت ماشي موافقة، قلت لها ولا عند صحبتك البنات. ايوه فأنا دخلت عند واحدة صاحبتها عشان خاطر جديدة عندها، فلقيت صورتها، فهي زعلت قالت أنت إزاي تخش عند واحدة صاحبتي والدنيا دي وتقلب ورايا وتتدخل. صح، كلامها صح. انت ليه دخلت عند صاحبتها؟ ما أصلا كنت حاسس إن هي عندها نشر الصورة ليها. يمكن قديمة يا أخي. لا جديدة، لسه النهارده اليوم في الجامعة. ما انت برضه يعني انت ليك صلة بالنسوان ولا بالبنات ولا ايه؟ ماليش صلة، بس ما يعني اللي دخلك صغيرة على بس البنت زميلتها يعني؟ ما الذي أدخلك عند زميلتها تتجسس؟ عشان كنت حاسس ان هي نشرت صورة ليها، لسه كانت نشرها على الواتس، وبعد كده انا قلت يبقى هي دي نشرت صورة عندها. خلاص، عجبك تتزوجها، عجبك مش عجبك سلام عليكم. عاجبني بس انا كده يعني غلطت وهي زعلانة اصلا. انت في الحقيقة انت تجسست وهي اخطأت وانت تجسست. ماشي يا شيخ.